البنت دي كانت مع والدها في مطعم بياكلوا، وهي جاية بتجيب بقية الأكل من بعيد، شافت والدها بيعمل حاجة غريبة، بيطلع كل اللحوم والبروتين اللي موجود في الطبق بتاعه وبيحطه في طبق بنته وبيخبيه تحت الاندومي كده أو المكرونة من تحت علشان ما تاخدش بالها، لكن هي كانت وراه وشافته هو بيعمل كده. فعلا الأب والأم دول رمز للعطاء، يحرموا نفسهم دايما من كل حاجة علشان يوفرونا أبسط الأشياء. وبالوالدين إحسانا، ربنا يحفظ لنا والدينا جميعا. خليك إيجابي وانشر الفيديو.